له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله إذ أرسله الله رحمةً للعالمين فشرح الله به الصدور وأنار به العقول وفتح به أعيناً عميا وآذاناً صما وقلوباً غلفا أما بعد يا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فهي وصية الله للأولين وللآخرين وللعالمين ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد له الملك وله الحمد يحيي ويميت
علمني شيئا أذكرك أو أدعوك به. قال يا موسى قل لا إله إلا الله. قال يا ربي كل عبادك يقولون لا إله إلا الله. موسى عليه السلام يطلب من الله جل وعلا ذكرا يخصه، يريد أن يتقرب به إلى الله. قال الله يا موسى قل لا إله إلا الله. يا موسى لو أن السماوات السبع والأراضين في كفة ولا إله إلا الله في كفة لما لت بهن لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. خوفاً
والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك. في هذا اليوم وقف النبي صلى الله عليه وسلم وخطب خطبته الشهيرة فأحل فيها الحلال وحرم فيها الحرام، ولم يترك شيئا يقربنا إلى الجنة إلا وأمرنا به أمر استحباب أو إيجاب، ولم يترك شيئا يقربنا من النار إلا وحذرنا ونهانا عنه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع سبابته إلى السماء ويقول: اللهم إني بلغ فاشهد، نشهد يا رسول الله أنك قد بلغت الرسالة وأنك أديت الأمانة ونصحت الأمة وكشفت الغمة وجاهدت في سبيل الله حتى أتاك اليقين. صلى عليك الله يا علم الهدى اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا وقائدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. يتقرب الناس بهذا اليوم بذبح أضاحيهم، ضحوا تقبل الله منكم، فهي شعيرة من شعائر الإسلام. ومن يعظم حرمات الله فهو خير له، والبدن جعلناها لكم من شعائر الله فاذكروا اسم الله عليها. كان إبراهيم الخليل يفتخر بها ويقول: قل إن صلاتي ونسكي أي ذبحي ومحياي مماتي لله رب العالمين. كان الكفار فيما مضى يذبحون لطواغيطهم، يذبحون لأندادهم، يذبحون لأصنامهم، ويلطفون الدم واللحم بأندادهم وطواغيطهم. فلما جاء الإسلام وأنزل الله علينا القرآن بيّن الله لنا الحكم من الأضحية. قال تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، لا يريد الله منكم منها دما ولا لحما، إنما يريد الله منكم التقوى، أن تستجيبوا لأمر الله وأن تستجيبوا لمنهج رسول الله إحياء لسنة إبراهيم الخليل. نعم، الأضحية هي شعيرة من شعائر الإسلام، والأضحية لا تقبل إلا بشروط: أن تذبح على اسم الله، وأن تذبح لله خالصا مخلصا من قلبك، وأن تكون من بهيمة الأنعام، وأن تكون سليمة من العيوب، لا عورة ولا عرجاء ولا هزيلة ولا التي لا مخ لها، وأن تذبح في الوقت الذي حده الإسلام وحده الشارع، أن تذبح بعد صلاة العيد مباشرة إلى رابع يوم من أيام العيد، وأن تذبح على السن الذي حده الشارع، وهو كما بين النبي صلى الله عليه وسلم الضن، وهو الخروف 6 أشهر، والماعز يعني السخن سنة، والبقر سنتان، والإبل 5 سنين. فهنيئا لمن استجاب لأمر الله، هنيئا لمن أحيا سنة رسول الله. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. ما جاء العيد إلا لنوسع على أنفسنا وأهلينا وذوينا وعلى أولادنا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيام العيد أيام أكل وشرب وذكر لله
تحقق المحبة فيما بيننا، فيما بيننا. قال الله في الحديث القدسي: وجبت محبتي للمتحابي في، وجبت محبتي للمتزاوري في. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أعلم أناس ما هم بأنبياء ولا شهداء يخلطهم الأنبياء والشهداء بمكانهم من الله تعالى. فقالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: قوم تحابوا بروح الله على غير أرحام بينهم ولا أموال يتعاطونها، فوالله إن وجوههم لنور وإنهم على نور، لا يخافون إذا خاف الناس ولا يحزنون إذا حزن الناس. ثم قال: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه بينكم، إذا فعلتموه بينكم تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. وأنتم بخير، تقبل الله منا ومنكم.